تجارب واحد الاطار محدود. لاحظنا بان مثلا المديريه ديالنا راه ما اختارتش مؤسسات كامله، اختارت واحد العينه ماشي مؤسسات اخرين ما عندهمش، عندهم ولكن تجارب مختلفه، واختارت هذه العينه لان تعتبرها نموذجيه بالنسبه لهم. بالتالي حنا عندنا ماشي ما عندناش تجارب، عندنا تجربتنا، عندنا التواصل ديالنا، عندنا علاقتنا، عندنا واحد العلاقه اخرى. هادشي تلبس الان دابا في هذه الزياره طرح عليهم السؤال، واش من خلال هذا الشكل جابوا بيت اللي درنا واش عايشين معنا، واش لبسوا انه كاين واحد ديال عمليه تعيين علميه متطوره ماشي اللي غادي تنحبها متطوره. لان يعني بداتنا قلت لهم كنهضروا معاهم بشكل اللي هضرت عليهم، رغم انه قليل الانجليزيه شويه وزيد تقاتل باش انه يعرفوا تيكلم باقي خبير ياخذ المعلومات ديالهم ويدير كذا كذا. وهذا تيعتبر واحد النجاح بالنسبه لي. Was actually asking you, will you come here with your opinion about the school? And especially that he's sure that when you come here, you see that we are working in a modern way, not like the traditional way, like the teacher is in the class lecturing and that's it. So you saw that from the students' interaction with you. They ask you questions, they want your email, they want to interact. They studied English only for 3 months, but they try to talk. So what's your stance about this? What's your opinion about this morning about this? What you saw today? Do you think we're doing improvement here? Do you think? I'll speak from Wales. Yes. We